السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم واحد الملاقية سهلة وكنتمنى تنال الإعجاب ديالكم. أول حاجة غادي نثبتوا الخيط، من بعد غادي غنستعمل الحبكة، سبق لي واستعملتها في فيديو آخر. الحبكة هي سهلة بزاف، هذه الطريقة بحال بهذا الشكل، هذا غتبقاو غادي مستمرين. هنا كترجعوا الخيط بهذا الشكل هذا، تضربوا هنا في هذه العين اللي جات الوسط، غادي تستمروا في العمل. انا هنا غادي ندير جوج الاسطر ديال الحبكة، ممكن تستعملوا ثلاثة أربعة، كل واحد على حساب الذوق ديالو. هتستمروا بهذه العملية هذه على هذا الشكل. كنتمنى الطريقة تكون واضحة. غادي نستمر في هذا العمل وغادي نرجع ندير سطر اخر من الفوق ونوريكم الشكل النهائي. دابا غادي ناخذ هذا اللون، انا استعملت هذا اللون مختلف شويه على هذا. هنا استعملنا الحبكه، درت جوج ديال الاسطر في الجهه المقابله نفس العمل. دابا غادي نوريكم واحد الطريقه جديده وصراحه كتطلع زوينه. اول حاجه من بعد ما ثبتنا الخيط، هذه ما غاديش نخدموها، ترجعوا نخدموها من بعد. غنمشيو للعين الثانيه، هنا غنديروا دريسه صغيره ديال جوج بهذا الشكل. نرجعو نضربو هنا، طريقة سهلة زوينة في نفس الوقت. هنا غادي نرجعو نضربو في هاد العين اللي خليناها في الأول. حاولوا هنا ما تزيروش الخيط وما ترخفوش، ورجعوا الخيط بهذا الشكل هذا، هذا الجهه هذه، وغادي تعمروا هذا الخيط، هذا تعمروه بهذا الشكل هذا. هنا زيروا شويه الخدمه باش تكون واقفه. هنا العدد غير محدد، هذا ما نقدرش نحسب. هنا غتجيو هنا بهذا الشكل هذا، وغادي تحاولوا انكم تجمعوا ما بين هذه الخدمه وما بين هذه الخدمه، بين الحبكه الاولى والحبكه الثانيه، جمعوها بهذا الشكل هذا، جروا حتى توصلوا لهذا الراس، وغتكملوا الخدمه عادي. دائما دوروا الخيط بحال بهذا الشكل هذا، هذا الشكل، كملوا الخدمه عادي جدا. هنا من الاحسن تستعملوا جوج ديال الالوان يكونوا متناسقين في نفس الوقت مختلفين شويه. انا استعملت هنايا هاد جوج الالوان، صراحه هاد الملاقيه كتجي زوينه، خصوصا في جلالب ديال الصيف اللي بغيتو ديروا جلابه، ديروا هاد الخدمه من الفوق حتى لتحت. اما لو بغيتو تلاقيو بها غير لتحت فكتجي مزيانه.
هنا غنضربو في هاد الحبكة اللي في الجنب، ماشي في هادا، نرجع نضربو في هادي اللي حداها، نزير واحد شوية الخدمة. هنا ما غاديش ننقزو كيما درنا قبيله، خلينا وحده ومشينا لاخر. هنا غنديرو درايسه في هادي، نيت في هادي باش تجي قريبه شويه، باش ما يبقاش هذاك ما يجيش هذاك الشيء اللي كيكون تحت باين. هنا هاد الدرايسه نضربو هنا في هادي اللي حداها، وغنرجعو نفس العمليه، نرجعو نضربو هنا في هذه، هنا الهبطة اللي هبطنا نرجعو نضربو في هاد العين. نتمنى هادشي يكون واضح. كما قلت لكم هنا ما تزيروش وما ترخفوش، هنا ما تزيروش وما ترخفوش، حاولوا تستعملوا نفس العدد، كملوا هنايا الخدمة عادي كما درنا في الاولى، نرجعو نديرو في الثانيه. اللي بغات شي خدمه او شي تساؤل، شي حاجه محيره، تقدر تكتبها في التعاليق. هنا كما قلت لك دائما هنا نخليو هذه، هنا ضربنا هنا ياك، واحد جوج ثلاثه، في الثالثه هي اللي غنضربو فيها، واحد جوج ثلاثه، وحاولوا تستمروا دائما ثلاثه ثلاثه ثلاثه، حيت بعض المرات كتجيكم حبكه كبيره حبكه صغيره، ولكن حاولوا توازنوا دائما الخدمه. انا كنشد الخدمه مزيان بالفنايت، الفنايت هما اللي تيعاونوني. نستمروا بهذا الشكل حتى الاخر ديال الخدمه، ونرجعوا نديروا نفس العمليه اللي درنا في الاول. نضربوا في هذه، هي اللي غادي نرجعوا نخدموا فيها في المره الجايه، وغتستمروا نفس الطريقه. هاد الالوان قراب بزاف بعضياتهم، يعني ما تيبانوش في التصوير مزيان، ولكن في الجلابه تيطلعوا زوين. انا هنا غادي نكمل ونرجع نوريكم شويه النتيجه كيفاش طلعت. هنا هذا هو الشكل النهائي، تستمروا بهاد العمليه. ولا بغيتو تزيدوا يعني هنا تزينوا هاد الحبكه هذه، ممكن تستعملوا هاد اللون هذا اللي خدمنا به هاد الخدمه، وتديروا هاد العمليه بحال هكا، كتبقاو غاديين كتتحمروا بهاد الديكور هذا. انا هنا ما غنستعملش هاد الطريقه، غير بغيت نوريها لكم، تبقاو غاديين بحال هكا، غيجيكم لون اخر، او ممكن تستعملوا اي خيط بغيتو، غتجي بحال هكا يعني. بعدو شويه هذا باش تبان، ممكن هالطريقه ما بغيتوش تستعملوها ما تستعملوهاش، يعني انا هنا ما غاديش نستعملها صراحه. كنتمنى هاد الخدمه تنال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش علينا بالاعجاب وبالمشاركه.